بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الوزيرة، اسمحي لي في البداية أن أتقدم باسم زملاء النواب في فريق العدالة والتنمية وباسم باقي النواب أو من شاء من باقي النواب بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد الحسناوي الذي قضى وراح ضحية للإرهاب القاعدي الظلامي، اللي يستحيل أن من يحمل هذا الفكر كيحمل فكر إنساني. الصدمة بهذا الحدث كانت صدمتان، الصدمة الأولى في فقد هذا الطالب اللي كان مفروض أن يتخرج من الجامعة وأن يتوجه إلى مستقبله كباقي الشباب وكباقي الطلبة، والصدمة الثانية من التعاطي المغرض لبعض الجهات، وأتوقف هنا لن أستفيد في هذا الأمر. الحكومة تعاطت بشكل إيجابي وبشكل جدي مع هذا المقتل، ولكن أعتقد أن العملية ديال إصدار المذكرة المشتركة بين وزيري التعليم العالي ووزير الداخلي أعاد إلى أذهاننا ما كان يسمى في سنوات التسعينات بالدورية الثلاثية بين قوسين المشؤومة، لأن الجامعة يجب أن تكون فضاء للحوار، أن تكون فضاء للمعرفة، أن تكون فضاء للتواصل، أن تكون فضاء للتنشئة السياسية، ويجب أن تبقى كذلك. لا مجال للحديث عن قرارات ترمي إلى ضبط الساحة الجامعية عبر إصدار مجموعة من القرارات. شكراً.